الاعتراف به، سواء كان في المقدرات البشرية أو الاقتصادية أو الوجودية. بحضور جمع كبير من قادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية ومسؤولية العتبات المقدسة، ينتهي انعقاد مؤتمر حشد العتبات الذي دام 3 أيام على التوالي، كانت بدايتها في محافظة النجف الأشرفة، لينتهي في العتبة العباسية. نجتمع لتجديد العهد مع صانع النصر، لأن يكون حشده الذي انطلق من أظلة العتبات والبيوتات الحسينية المؤمنة طوع أمره لصيانة الأرض والمقدسات والحفاظ على سيادة الوطن وقوة ساندة للقوات الأمنية والعسكرية، مهتدياً بهدي الدين الحنيف والقانون الداعم للسلم والعيش الكريم. تخلل المؤتمر الذي دام ل72 ساعة جلسات بحثية وورش عمل بحضور رؤساء أقسام وقادة أمنيين ممن اشتركوا في العمليات المحررة من دنس داعش الإرهابي المنطلقة منذ 6 سنوات. قواعد الاشتباك وقواعد الإنسانية الكبيرة التي أوصى بها المرجع الديني الأعلى كانت حاضرة لتعكس واقعا حقيقيا على أن المرجعية الدينية العليا دائما وأبدا هي صمام أمان هذا الوطن وصمام أمان هذا البلد، وهي ومن يعمل بلحاظها ومن يعمل تحت ظلها لابد أن يكون عكاسا حقيقيا لمبادئ الإسلام الحقيقية التي أعطى في سبيلها رسول الله وآل بيت النبوة كل التضحيات. توصيات مهمة تم طرحها في نهاية هذا المؤتمر التي تضمنت أهدافا ملموسة في التزام الحشد المقدس بالضوابط القانونية والحرية في الانتخابات، فضلا عن محاربتهم للفساد والسير على توجيهات المرجعية الدينية. يؤكد حشد العتبات المقدسة أن بناء الدولة وعمران مستقبلها فضلا عن حفظ تاريخها المشرق يبدأ من محاربة الفساد ومحاسبة رؤوسه العفنة التي أوغلت في سرقة حقوق الشعب وقتل طموحات شبابه وحرمان الكفاءات من أخر مواقعها الطبيعية لبناء الوطن وخدمة المواطن. فعلى المتصدين في المواقع التنفيذية أن يعوا خطورة المرحلة وطموحات شعبهم ونصائح المرجعية ويجعلوها حيز التنفيذ. انتهاء المؤتمر الأول لحشد العتبات الدينية في محافظة كربلاء بتوصيات مهمة خلاصة 3 أيام منذ انعقاد هذا المؤتمر. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.